اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الاولى مع نجم النادي الاهلي والمدير الفني لفريق المصريه للاتصالات الكابتن احمد رغون. كابتن احمد ازي حضرتك؟ حبيبي منورني يا كابتن. ده انا المتشرف معاك والله العظيم، ومبسوط ان انا موجود معاك وفي قناه النادي الاهلي، ومبروك للنادي الاهلي وجماهيره الدوري والاحتفال اللي فات. طبعا في البدايه ببارك لحضرتك على فوزك النهارده في اولى مشوارك ان شاء الله للصعود لممتاز به، فوزك على الشرقيه للدخان بهدف مقابل شيء اكيد يعني خطوه مهمه جدا في البدايه. ودايما زي ما احنا عارفين في لغه الكوره ان اول مباراه كابتن بتسمع لبقيه الفرق وبتعرفهم مدى قوه الفريق في منافسته على الصعود وعلى استكمال مشواره بقى بشكل عام في بطوله الدوري. يعني بالفعل الحمد لله. انا بس اول حاجه طبعا عايز اشكر مجلس اداره، يعني باشمهندس عادل، استاذ نادر، مجموعة كلها بتاعت مجلس الاداره. عايز اشكر اللعيبه اللي استحملتني بقى لنا 9 اسابيع يمكن شغالين، وعملنا معسكر في اسكندريه. بصراحه السنه دي الموضوع مختلف خالص، باين من اول يوم ان لا احنا في هدف عندنا اللي هو الصعود، وهو ده اللي شغالين ان شاء الله عليه، وعارف كله شغال الحمد لله في الاتجاه ده، يعني كاداره كجهاز كلعيبه كله يعني رايح في الحته ديت، وده الهدف الاول وان شاء الله يعني هو اللي يحصل. اشتغلنا الفتره اللي فاتت يعني بشكل مميز في الماتشات الوديه في التدريبات الحمد لله، وده كان الحمد لله كان اول يوم النهارده. طلعت فرقه كبيره برده معاها جهاز فني محترم طبعا، كابتن علاء ابراهيم طبعا، واحمد فوزي، يعني جهاز محترم بصراحه. ف ان انت تروح تكسب فرقه كبيره زي شرقيه الدخان في اول ماتش ليك بره، ده يحطك في حته كويسه، يقلق الناس منك، يخوف يعني الناس كلها تخاف. فعمل لك حساب كويس جدا. احنا عندنا برضه عشان من يعني في طبعا فرق بتعطل كتير، ولكن انت عندك شرقيه الدخان من الفرق المميزه، عندك 6 اكتوبر، عندك جولدي، واحنا طبعا في الفرقه. فاحنا كنا يعني لازم الماتش ده كنا نطلع بحاجه ايجابيه، والحمد لله ربنا وفقنا ان احنا كمان خدنا 3 بونت الحمد لله. ماتش كان سجال، كان ممكن احنا نكسب وهم يكسبوا، الحمد لله احنا توفقنا الحمد لله في الجول اللي احنا جبناه، ولينا كمان الحمد لله كره في العارضه، وهم برضو ليهم واحده طلعها برضو مختار في الاخر يعني. لكن بشكر ربنا وبشكر اللعيبه، بشكر الجهاز، بشكر الناس كلها، العمال، كل الناس اللي استحملونا يعني بصراحه. ان انا يعني متعب شويه في شغلي، لكن بشكرهم كلهم يعني. عندك يعني كابتن احمد، حضرتك يعني باركت للنادي الاهلي وباركت لجمهوره على فوزه بالدرع رقم 41، وحضرتك اتكلمت على الحفله الاخيره. عايز اعرف راي حضرتك في حفل التتويج ووجود لاعبي النادي الاهلي حتى لو متاخره شويه، لكن هل ممكن تدي دفعه معنويه لعيبه النادي الاهلي الحفله اللي اقيمت مؤخرا واستلام الدرع والاجواء اللي حضرتك شايفها قبل مباراه مهمه زي مباراه الزمالك؟ وهل هي ممكن تعطي دفعه مش بس لمباراه الزمالك، ممكن تكون دفعه لكل مشوار الاهلي سواء في افريقيا او في الدوري خلال الموسم ده؟ بص والله كابتن، هو النادي الاهلي ده بيعلمنا حاجات كتير في كل وقت، يعني سبحان الله في كل حاجه بيعملوا تحس ان هم بيعملوا احسن حاجه طبعا. يعني بيبقى في رتوش قليله، لكن تحس ان هم بيعملوا الصح في كل حاجه. يعني توقيت مميز جدا ان هم يختاروا توقيت زي دوت، يفوقوا اللعيبه، يبقى مجلس الاداره كله يعني موجود، دعم هايل، وهو ده نادي الاهلي، وهو دي مجلس ادارته، وهي دي جمهوره، وهو ده النادي اللي احنا يعني اللي انا اتشرفت، انا لبست حتى التيشيرت، مشيت حتى من جنب السور. لا، النادي الاهلي حاجه تانية خالص، في حته تانية خالص يعني. فطبعا بنشكر مجلس اداره، بنشكر طبعا الجمهور لدعمه للفرقه. برضو عايز اتكلم في ان الراجل الحمد لله يعني الشكل مختلف، حتى اللعيبه اللي كانت مش فايقه السنه اللي فاتت، لا الراجل موصله لحته كويسه. طب رايك يا كابتن في الموسم اللي فات الاول قبل ما نروح للموسم ده مع فايلر، يعني الاهلي مع مارتن لاسارتي اكيد كان ليه شكله وحضرتك تابعته، لكن اكيد الموسم الماضي كان موسم صعب جدا جدا جدا، والبطوله حضرتك عارف كل الاجواء والاحداث الخارجيه والداخليه كانت تؤكد ان الدوري ده الاصعب في تاريخ النادي الاهلي. رايك الاول وتقييمك للاهلي الموسم الماضي مع ريني فايلر مع مستر مارتن لاسارتي؟ يعني بص، احنا مش ده كان النادي الاهلي خالص الفتره اللي فاتت بتاعت السنه اللي فاتت، خصوصا في الدور الاولاني لما طبعا حصل فيه تدعيمات ورمضان جه وحسين، طبعا حصل يعني الطفره اللي هي 60-70%، لكن برضو كان النادي الاهلي ما وصلش للمفروض يوصل له. مش عارف، بس انا حاسس ان الراجل ما كانش بصمته واضحه بالرغم ان المكسب يا كابتن كان الاهلي بيكسب والاهلي كان متفوق، لكن هل ده كان برضه بمؤشرات ان مش هو ده النادي الاهلي ومش هو ده مستواه؟ بص، طول عمر النادي الاهلي كده، هي قصه مش مكسب بس، بيبقى الجمهور عايز مكسب واداء، عايز يحس ان الفرقه دي بتاعته زي ما دلوقتي.
لك احنا ما عندناش مشكله نخش في مجموعه صعبه حتى في افريقيا، ما فيش مشكله خلاص. احنا انت عندك عارف عندك اساس ان الاداء ده رقم واحد، النتيجه دي تيجي كده كده يعني، كده كده النادي الاهلي بيكسب، لكن القصه كلها في الاداء. فالجمهور والنقاد والناس كلها كانت شايفه ان السنه اللي فاتت لا ما كانش بالمفروض النادي الاهلي يبقى عليه، لكن السنه دي يعني بصراحه لا بدأ بدايه مميزه. ربنا يكرم ان شاء الله في بطوله افريقيا كمان، والفوز يبقى حليفهم يعني، ومن بدري كده يصعدوا ان شاء الله. ايه اللي اتغير في اداء النادي الاهلي كابتن احمد، خلى كابتن احمد رضوان يقول النادي الاهلي ووجود مستر ريني فايلا لا الشكل بدا يتغير وبدا يكون موجود شخصيه الاهلي جوه الملعب؟ مستر عمر، هو القصه كلها بيبان يعني، احنا عشان برضو يعني الواحد برضو شغال بقاله 8 9 سنين في الشغلانه دي، ف الشغل بتاع المدرب بيبان خصوصا للناس المدربين. من ناحيه ايه؟ من ناحيه معاك الكوره بيبقى شكلك عامل ايه في الملعب، ومش معاك الكوره بتجيبها بعد قد ايه، يعني هي لحظات كده وبتقسمها في 90 دقيقه. يعني الكوره دلوقتي انت بتبدا من تحت لحظه الاستحواذ دي، شكلك عامل ازاي، حلولك فين، شكلك موسع الملعب ولا قافل الملعب، ده كله بتاع مدرب. يعني اللعيب ده بيبقى ابداعه في كوره واحد ضد واحد، كروس، شوتنج، هيدرز، يعني الحاجات دي اللي هي الموهبه اللي هيعدي واحد. لكن قصه ان انت تشوف توسعه الملعب وشغل الحلول في الملعب وانت معاك الكوره، ده شغل مدرب. الكوره بعد كده بعد ما انت شغال اللحظه بتاعه الاستحواذ دي، بيحصل لك لحظه بعديها على طول بتفقد الكوره، اللعيبه بتعمل ايه؟ لو ترجع كده بالزمن مع كابتن حسام البدري، لا كانت في بصمه واضحه جدا ان احنا في اقل وقت كان النادي الاهلي بياخد الكوره في اقل وقت. نص الملعب كان واقف على رجله كويس، عندهم الحته البدنيه حاجه محترمه جدا، فكانوا قادرين في اقل وقت يجيبوا الكوره ويبداوا تاني يشتغلوا تاني. فده اللي بيبان لنا احنا كمدربين، الراجل ده اخباره ايه؟ شغله فين؟ رايح فين؟ شغال ولا مش شغال؟ فلسفته يعني، لما تيجي تبص لكابتن هاب جلال، لا عنده فلسفه واضحه كده وعنده استحواذ عالي جدا، بيوسع الملعب، بيشتغل، وكمان لما بيفقد الكوره بيحاول يجيبها في اقل وقت. ده اللي يبان لنا يعني، واللي واضح جدا ان الراجل، لا الراجل اللي موجود شغال على الحته دي كويس قوي. طب هل يا كابتن الحكم لسه بدري بالنسبه للجمهور، عشان الجمهور بيقول لا لسه بدري ولسه ثالث ماتش في الدوري في افريقيا، ما دخلناش في مباراه قوية جدا، لكن الحكم هيبدا يبان من خلال مشواره في بطولة افريقيا، من خلال المواجهة الثانية لنادي الزمالك، عشان الناس تبدا تعرف هل فوز الزمالك جه نتيجة تفوق لعيب النادي الاهلي وما كانش فيه تفوق فني، ولا تأكيدا لقدرات مستر ريني فايلر الفنية العالية جدا والتكتيك اللي لعب بيه ودفع باجاييه في دفاع نادي الزمالك بما انه يتمتع بمهارات عالية جدا، هل كل الكلام ده ممكن يدي مؤشرات للجمهور، ولا الجمهور يعني خلاص قدر يحكم وبالتالي صنف مستر ريني فايلر ان هو مدرب هيعمل بطولات وانجازات مع النادي الاهلي؟ لا ما نقدرش نقول دلوقتي كده، المدرب ما بيبانش غير بعد 7-8 مباريات عشان تقدر تمام. تحكم على الراجل، لكن مؤشر الراجل من بدري كده، لا الراجل اي حاجه يعني مبشر، وراجل عنده فكر وراجل عنده شخصيه بالظبط، يعني واضح ان لا عنده الايجابيات كتير كويسه في الملعب، لكن عشان تقول ان الراجل ده هو اللي هيعمل لا لسه بدري، ما نقدرش نقول الكلام دوت، والكلام ده هيبقى متسرع جدا. زي ما احنا برضو في نفس الوقت ما نجيش على حد تاني برضو بعد 3-4 ماتشات ونقول الراجل ده مش كويس، الراجل ده لا، ممكن يبقى اللعيبه اللي معاه مش قادره تستوعب الشغل بتاعه. فما تقدرش من 3-4 ماتشات تقول الراجل ده هيودينا في حته البطولات بتاعت منو الجوزيه لا لسه بدري على الموضوع ده. كابتن احمد، المدرب الاجنبي والمدرب المصري، ايه العوامل اللي بتنجح المدرب المصري في مصر؟ وايه العوامل اللي ممكن تنجح او تفشل مدرب اجنبي بيشتغل في مصر؟ بص يا عمر، هو قصه زي ما قلت لك كده تكمله للكلام، اللي هي اللحظات بتاعه المباريات هي دي. انا ماليش دعوه بمدرب اجنبي ومدرب مصري، اللي اتعلم صح، واللي ما اتعلمش خلاص موضوعه بالنسبه له خلاص، انا اسمه وانا لعبت كوره وانا كلنا بنبطل كوره. هل ده ان انت تعتمد على اسمك بدون العلم ده كفايه؟ لا خالص، في ناس كتيره جدا في مصر وانا اشتغلت معاهم بدون ذكر اسماء، يعني انا اسمي فلان، انا بطلت وانا اسمي فلان، انا لعبت في القناه وكنت حاجه جامده جدا، ولكن في الاخر برضو ما كانش في توفيق، او السيناريو اللي انا كنت حاطه لنفسي ما كانش ماشي كويس، لكن لما جيت اشتغلت وبدات قلت لا لازم اثقف نفسي كويس قوي، لازم اعلم نفسي كويس قوي. فتكمله للكلام اللي كنت بقوله لك، ان احنا اللحظتين دول بعديهم لحظتين تانيين بنشتغل عليهم، اللي هي لحظه ازاي بتضغط ومنين بتضغط، وازاي اول ما الكره بتفقدها
اللي هي اللحظه الاخيره ازاي بتجيبها. المفروض انت الاربع لحظات دول بتشتغل عليهم في التمرين مع اللعيبه بتاعتك، بتشتغل على حلولك، بتشتغل على كل حاجه بقى. فقصه الاجنبي من المصري انا اعرف ده شاطر ولا مش شاطر، ماليش دعوه بقى باجنبي ماليش دعوه بقى. بس المهم اديله الصلاحيات، الراجل المصري ده اديله صلاحيات الاجنبي، وبعد كده حطه في نفس حته المقارنه وبعدين قارن. ممكن حد يقول لك يا كابتن احمد بس المصري لما ياخد صلاحات الاجنبي ممكن يعني ممكن يتمادى فيها، ممكن ما يبقاش في خطوط او ليميتس بالنسبه له، فلازم احط له ليميتس ولازم نبقى متفقين على 1 2 3. الاجنبي بيكون عارف وهو جاي، عارف ان بالنسبه له الدنيا واضحه، عارف بالنسبه له ايه هو الخطوط الحمراء بالنسبه له، ازاي يتعامل مع اللعيبه. هل ده كابتن هل ده ممكن يكون موجود، ولا المصري لو اخذ صلاحات الاجنبي ممكن يعني يبدع ويتالق في التدريب؟ يعني انا شايف ان اصلا عندنا موهبه في التدريب، يعني في ناس عندهم سبحان الله موهبه، ولكن انا بقول بعد ما انت بتلعب كوره مش معنى ان انت لعبت كوره وكنت نجم وكنت لعيب كبير ان انت بتخلص بتبدا تاني يوم تبقى مدرب، تبقى مدرب شاطر. استحاله استحاله، مش هتعرف تصفر، مش هتعرف. في كلام كتير جدا، الشغل مع 30 لعيب غير لما بتشتغل على نفسك. احنا لما كنا لعيبه كنا تفكيرنا في حته، ودلوقتي واحنا مدربين تفكيرنا في حته تانية. انت 30 لعيب موضوع كبير جدا، انت مسؤول عن جهاز كامل كمان وراك، مسؤول عن اداره، مسؤول عن جماهير، لا موضوع مختلف جدا. لكن انا شايف ان المدرب المصري لما يعني يتحط له زي ما انت حضرتك قلت كده، انت ليك 1 2 3 4، ودلوقتي خلاص اصلا السنه دي خلاص مفيش حد بيمرن كمان غير بعقود، فانت معاك عقد وعارف ايه اللي ليك وايه اللي عليك، فالموضوع خلاص موجود المعطيات اللي المفروض بيشتغل عليها عشان تقدر توصل للحته بتاعتك اللي انت عايز توصل لها. هل وجود كابتن مدربين اجانب في الدوري المصري، انا بتكلم بشكل عام على المدربين الاجانب علشان قضيه ومش عايز ارجع لها تاني، هل وجود مدربين اجانب كل سنه بتزيد؟ يعني الاهلي والزمالك، الاسماعيلي، دجله، الجيش، يعني اعتقد جونه، بنتكلم في فرق بدات ان هي تدخل المدارس الاجنبيه في التدريب. الاول كنا بنشوف اهلي وزمالك بس، دلوقتي بقينا نشوف انديه كتيره جدا بتدخل مدربين اجانب. هل ده كابتن ايجابي ولا سلبي؟ ده رقم واحد. وعايز اعرف راي حضرتك ايضا في الكواليتي المدربين اللي موجودين، هل يقدروا يطلعوا لعيبه تفيد منتخب مصر وتخلي الدوري المصري دوري قوي نقدر ان احنا نستفيد منه ماديا واعلاميا وتسويقيا بشكل كبير؟ جميل. يعني قصه الكواليتي يعني بعد السنه ممكن نقول عليها، يعني الموضوع بتاع دجله ده نقدر نقول عليه لا موضوع ايجابي جدا، لان احنا لو شفنا حتى القطاع في دجله دلوقتي عامل ازاي وشكله عامل ازاي، لا يودي اللي حضرتك بتقول عليه، يودي لعيبه لمنتخب مصر، المنتخب الاولمبي، منتخبات الشباب، يفيد طبعا، لان الراجل جاي وعنده فلسفه معينه وبيشتغل عليها ومصمم عليها، وكمان قعد مع الناس اللي تحت والناس الاداره مدين له الصلاحيات ان هو كله بيسمع كلامه وكله بيشتغل على اللي هو عايزه، فلا حاجه زي كده دي ايجابيه. في حته ثانيه لا، ممكن يبقى الراجل اللي جاي اصلا مش على المستوى، ويبقى في مصريين احسن منه بكتير، ولكن هو جايبين انا جايب راجل اجنبي. طب السي في الراجل ده اشتغل فين، عمل ايه، ما تلاقولوش ليه ايجابيات. بس يا كابتن بيتقال لحضرتك ان المصري مش هيعرف يتحمل الضغوط، الاجنبي لا يعرف صحفيين ولا يعرف مشجعين ولا يفهم عربي، وبالتالي هيقدر ان هو يستحمل الضغوط اللي هتكون محطوط عليه من خلال الجمهور اللي موجود بيشجع الفريق، لكن المصري ممكن ما يتحملش الضغوط. هل الكلام ده صح ولا الكلام ده مجرد ان هي حجج علشان يبرر تعاقده مع مش الاجنبي؟ مش كل الناس. طب هو في ضغوط على نادي الجيش؟ لا. طب نادي تاني زي الاسماعيلي ممكن يقول لحضرتك اوكي بص، اسماعيلي، اتحاد، اهلي، زمالك، ما نقدرش نتكلم في القصه دي، ان هم ممكن مجالس الادارات يقولوا انا هريح دماغي من الكلام ده واجيب حد السي في بتاعه كويس، حاجه محترمه، عشان انا كده خلصت، انا جبت الصح وماشي على الصح. بس لازم وانا بجي اعرف انا اجيب ايه. الراجل اللي جاي ده هيفيدني بايه، هيعمل لي ايه، هيفيدني تحت كمان، زي ما الراجل بتاع دجله ده قعد وقعد مع المدربين اللي تحت وعلمهم وشغلهم وادالهم شغل يشتغلوا عليه، وبيروح يتفرج ويودي ناس من الجهاز اللي معاه يروح يتفرج ويشوف الشغل ده بيحصل ولا ما بيحصلش. هل الكلام ده بيحصل، ولا الراجل اللي جاي ده جاي يقبض وخلاص؟ ما احنا برضو لازم نستفيد من الناس اللي جايه بره دي. طب رايك في الحركه دي اللي حصلت في النادي الاهلي، ان مستر ريني فايلر بعد ما عدد من اللعيبه الناشئين اتمرنوا معاه رجعوا تاني لفرقهم، ولما تم استدعائهم قال لهم لا انا عايز اسامي اللعيبه بعينها اللي انا اتمرنت معاها او هم اللي اتمرنوا معايا، وهو حافظ وعارف اللعيبه اللي اتمرنوا معاه، وكمان الكلام اللي بيتقال على ان هيكون في تنسيق الفتره اللي جايه مع كابتن فتحي مبروك، انا عرفت ان كان في تنسيق، هيبقى في تنسيق بحيث ان هو
يتم الاتفاق على طرق اللعب بشكل معين، على الفرق اللي موجوده وازاي تلعب بالطريقه اللي ممكن يلعب بيها الفريق الاول، عشان لما اللاعب يتصعد فريق اول يخدم الفريق الاول، ما يكونش فيه بقى لسه حفظه وعلمه والكلام اللي حضرتك عارفه كتير ده. هل حضرتك شايف ان فعلا دي بتفرق مع شخصيه الاجنبي، ان هو فعلا جاي يشتغل مش جاي يقضيها زي ما بنقول بلغه الكوره؟ واضح من الراجل اللي جاي ان هو، اللي انا عرفته ان في تنسيق بينه وبين كابتن فتحي، ان هو هينزل وهيشوف وهيقول الناس دي ازاي تلعب، لان زي ما حضرتك بتقول كده ما ينفعش اجيب ولد ال 99 شغال كابتن عمرو انور معاهم دلوقتي ما ينفعش ان هم بيشتغلوا في اتجاه والدرجه الاولى شغاله في اتجاه، فاللي هيطلع لي من هنا يلاقي شغل تاني فاللخبطه على طول، الولد مش هياخد الوقت القليل المفروض يخش. لكن اللي انا اعرفه ان لا، في تنسيق وهيشتغلوا على الحته دي كويس، ولازم بدل حد شاطر جاي ما كلنا نتعلم منه، ايه المشكله يعني؟ كل الجهاز اللي تحت يشتغل على الشغل بتاع، احنا في الاول في الاخر بنعمل قطاع ناشئين ده عشان ايه؟ عشان طبعا عشان نخرج لعيبه تفيد الفريق الاول طبعا، دي قصه في الاول وفي الاخر. صح. يعني قصه ان احنا نجري ورا نتائج والكلام دوت وبتاع اولياء الامور اللي بيحصل دلوقتي طبعا ده حاجه بشعه، لكن هو ده المفروض الهدف الاول، ان احنا نطلع لعيب كويس للدرجه الاولى. فيعني احنا كل القصه بنهدف للحته اللي فوق دي، فيبقى لازم الحته اللي فوق دي تقول احنا عايزين 1 2 3 واحنا ننفذ 1 2 3 دي. وجود مدير فني يا كابتن، هل ده لو اللاعب اقتنع بالمدير الفني يطلع احسن حاجه عنده، ولا مش بتفرق قوي مع اللعيب، اهم حاجه يكون مستواك كويس ولا لا؟ دي حاجه بترجع للعيب، يعني المدير الفني بيأثر مع اللعيب من الراحه النفسيه، ولا اللعيب مش بيفرق معاه المدرب عامل ازاي، بيفرق مع نفسه بس؟ المدرب لازم يبقى مقنع عمر، يعني انا بشتغل على شغل، انا فاهم انا الشغل ده مطبق وشغال النهارده على الاسبوع دوت شغال على ايه، والنهارده شغال على ايه، وبكره شغال على ايه. فلو انا فاهم انا بعمل ايه، اللعيب اللي قدامي هيبقى اصلا مقتنع بيا، ولو اقتنع هيستوعب. طيب لو اللعيب مش مقتنع بالمدرب اللي معاه، هل اللاعب ما قداموش حل غير انه يثبت نفسه ويلعب علشان منتخب مصر او عشان خاطر مستقبله، وعلشان اللي يجدد عقده وعشان ياخد اعلى قيمه تعاقد موجوده، ولا اللعيب لو حس بان المدير الفني مش مقنع، هو مش مقتنع بيه، يقول لك بقى خلاص انا بالنسبه لي خلاص فصلت؟ ما هو دي مش مشكلته، دي مشكله اداره بتجيب حد شاطر ولا مش شاطر. انا اشتغلت مع ناس شاطره وناس مش شاطره، اللعيب المفروض ساعتها يعمل ايه؟ ما هنعمل له ايه يعني؟ ما خلاص هو الراجل مش شاطر ومش مقنع، اشتغل انت بقى، ادي انت اللي تقدر تديه. انا عايز اخد، انا سالتك السؤال ده علشان اخد حضرتك من رمضان صبحي، ان هو كان مستوى مع مارتن اساتي ومستوى تاني خالص مع رينيه فايلر، اتطور، وحسينا ان رمضان صبحي نضج بشكل كبير جدا جدا، شتان الفارق بين المستويين الموسم الماضي والموسم الحالي، اضافه قويه جدا للنادي الاهلي. النادي الاهلي اعتقد ان هو الايام اللي جايه هيسعى ان هو يعني خلص رمضان تماما من هادرسفيلد تاون وتعاقد معاه رسميا. فعايز اعرف راي حضرتك في رمضان في الفترتين، هل رمضان ما كانش مقتنع، ولا مارتن اساتي ما كانش بيطور اللعيبه، وهل فايلر بيطور اللعيبه ولا مقنع للعيبه؟ يعني انا عايز اوصل للجمهور ليه رمضان صبحي اتطور؟ عشان كذا حاجه، ممكن رمضان لما جه كان الـ الامور بالنسبه له النقله دي نفسيا برضو ممكن تاثر عليه نفسيا، لان هو في الوقت ده برضو جه نادي كبير واحسن نادي في افريقيا، بس هو جاي كان المفروض يبقى في انجلترا ويفضل في انجلترا، فدي ممكن تكون مأثره عليه. المدرب الشاطر اللي يقدر يطور من ادوات اللي عنده، الادوات اللي عندك ان اللعيب كويس ده اداه بالنسبه لك، فلما بشوف ميزه عند حد كويس قوي ان هو السبرنتر بتاعه كويس فبقدر اطلعه على خط عشان يقدر يشتغل، واحد دليفري كويس او مهاري كويس بيشتغل زي صانع كده، ده لو انا شاطر هقدر اطوره، مش شاطر مش هقدر اعمل له اي حاجه ومش هدي له حلول، لان اللعيب في الملعب محتاج حل واثنين وثلاثه واربعه، وبعدين انت اختار توقيت اللعب ساعتها، انت اختار كلعيب، اختار حل اولاني ولا ثاني ولا ثالث ولا رابع، لكن لازم تقول له، لازم تحفظه، لازم تشغله. فرمضان اكيد الراجل دوت شاف في الراجل الثاني ما كانش شايفه وقدر يطور ويشتغل على رمضان عنده سرعات كويسه وعنده قوه كويسه، قوه بدنيه، كنترول على الكوره، عنده مهاره كويسه جدا، عنده حاجات كتير جدا كان ممكن يبقى احسن من كده، وكمان عنده ازيد من اللي هو فيه يعني دلوقتي كمان. لا رمضان لسه برضه ما وصلش، عنده اكتر من كده كمان. فبس معنى ان هو طالع في المستوى العالي ده، لا يعني ان الراجل شغال عليه وعارف قدراته فين، وواضح ان الراجل شاطر. انا بقول لك ان في حاجات كده ملموسه بتبين ان الراجل ده بيشتغل، الراجل ده عنده شغل. كابتن احمد، سياسه الروتيشن اللي المدير الفني بيتبعها،
في مدرستين، في مدرسة بتعمل روتيشن علشان بتريح اللعيبة فعلا، في مدرسة تانية بتعمل روتيشن علشان خاطر توصل مسج للعيبة ان انا ما عنديش حد كبير، ان كل اللعيبة عندي سواسية وان انا ما عنديش حد بفضله على حد. حضرتك الاول بتميل لاني واحدة؟ يعني هل حضرتك شايف ان روتيشن ان انا رايح اللعيبه تزنق ان انت كده؟ لا ما هو لسه خلصين ماتش، عندنا ماتش يوم الثلاث. طب انا بس نطلع بره المصريه، تطلع بره الموضوع. عندنا 30 لعيب هايلين بصراحه. كنت بفكر مكان المدير الفني ازاي ممكن يفكر، ازاي لعيب ممكن يفكر هو كمان. اصل احنا عندنا ماتش يوم الثلاث الاميريه، ده كاس. فلا يعني طبعا انا هقول الحاجتين. طب هم مش هيكونوا بيتفرجوا، ما حدش اتفرج علينا دلوقتي يا جماعه، وتوطي الصوت في الحته دي دلوقتي تحديدا يعني. اتفضل يا كابتن. لا بص انا برضه عشان ما نبقاش بنكذب يعني. لكن لو احنا جينا بصينا كده على فرقه ليفربول وحطيناها كده، حضرتك هتحطها زي ما عنديش اي. تعرف الاحتياطي؟ احنا ليفربول تعرف الاحتياطي اللي بيقعد؟ انا ليفربول ما عندهمش بديل اصلا، ما عندهمش بدلاء موجود يعني، هم ال 11 موجودين بالعافيه. اوكي حتى لو عنده المان سيتي عنده؟ لا المان سيتي ما اعرفش عنده. المان سيتي عنده ولا عندوش؟ عنده. قول لي كده، قول لي الاحتياطي بتاع المان سيتي. لا ما اعرفش المان سيتي يا جماعه. هي كوره كده، ما ينفعش قصه روتيشن والكلام اللي احنا طلعنا بيه بقى لنا سنتين ثلاثه بنتكلم فيه ده الوقت. يعني انا عندي ماتش وبعد ثلاث ايام ماتش ثاني، فبغير اثنين ثلاثة عشان اللي اشتغل معاه 90 دقيقة ده مش هيقدر يكمل ال 90 دقيقة الجاية فهيتعور. حلو قوي. فبديله دلوقتي 60 دقيقة وبعد كده بديله 30 دقيقة وبعدين اريحه وبعدين اديله 60 دقيقة وهكذا. لكن قصة الروتيشن اللي هي بالحجم يعني اللي هي كمية كبيرة ونحن نغير، انا مش مقتنع بيها خالص يعني. يعني هل حضرتك يعني تتفق مع اللي بيعمله مستر ريني فايلر ان هو بيريح اللعيبة لما يخرج احمد فتحي علشان هو عارف ان ممكن ما يلعبش مباراتين 180 دقيقة في خلال 3 ايام، ده صح؟ وان هو يريح مثلا لاعب زي حمدي فتحي، وان مش معنى ان اليو ديانج لعب مباراة افريقية جاب هدف يبقى يلعب المباراة اللي بعديها، وان كل مباراة ليها رجالتها والكلام الكبير والعريض ده كله، رأي حضرتك فيه ايه؟ هتلاقيه في كام؟ في اضيق الحدود بالظبط. هو زي ما حضرتك قلت اثنين لعيبة، اثنين يعني ثلاثة بالكثير قوي. هو ده الشغل الصح. لكن ان انا هشتغل برضه نطلع مصيدة صوت بره المنطقة عشان انا هعمل عكس اللي انا بقوله دلوقتي ده. القصه كلها الروتيشن بيبقى في الدوري في الـ في الـ في, الـ في الارقام الصغيره. في ناس دايسه وفي ناس موجوده وفي ناس رقم واحد وهم اللي موجودين خلاص. كل ما انت تديهم كل ما الريتم بتاعك بيزيد، كل ما الحفظ بيزيد، كل ما التجانس مع بعض بيزيد. لما بتطلع وبتعمل تغيير كتير قوي بتعمل شقلبه في الفرقه، بتبقى مش يعني مش لطيف، النتيجه ما بتبقاش حلوه. طب كابتن احمد هاخد حضرتك لاخر مباراه الاهلي لعبها امام اسوان، وفوز كبير جدا للاهلي 5-1، ومباراه قادمه مباراه الزمالك وتوقف دولي. نبدا الاول بمباراه اسوان، وازاي تابعت حضرتك مباراه اسوان وفوز الاهلي الكبير 5-1، وللاهلي كان مفتقده الموسم الماضي ان هو يفوز سواء على ملعبه او خارج ملعبه بنتيجه كبيره. فراي حضرتك ايه في اسوان وصعودها ايضا للدوري الممتاز، وهل النتيجه نتيجة طبيعية ولا مستوى أسوان هو اللي فرض على الأهلي إنه يفوز 5؟ دي حاجة من الحاجات، ده رقم واحد. ولكن طبعا عندهم جهاز محترم برضو، كابتن مجدي طبعا، مجدي وكابتن صاروخ، ويعني بصراحة برضو ربنا يكرمهم. طبعا بيقاسوا طبعا يعني دوري، لازم يبقى معاك فلوس عشان تقدر تقف وتروح في حتة كويسة. مش معاك فلوس هتنزل خلاص، الموضوع منتهي يعني. الأهلي أنا شايفه إن هو بيلعب أسهل، بيلعب أسرع، بيوصل للجون اسرع من السنه اللي فاتت، فعشان كده هتلاقي فيه اهداف كتيره. ومش الماتش ده، كل الماتش لانهم بيلعبوا اسهل، بيلعبوا قدام على طول. الراجل لا، الراجل مطور في شغل الاهلي كتير. طيب ماتش الزمالك يا كابتن والتوقف الدولي اللي احنا موجودين فيه ده، هل حضرتك شايف التوقف ده هيفيد النادي الاهلي ويفيد المدير الفني يقف على اللعيبه ويشوف الاصابات و المجهود البدني والاجهاد والماتشات كلها ورا بعض، ويعرف يرتب اوراقه قبل مباراه مهمه، ولا حضرتك شايف ان كان الافضل ان مباراه الزمالك تتلعب قبل التوقف الدولي علشان يكمل سلسله مبارياته وانتصاراته ونشوه الفوز والفرح اللي احنا مكملين فيها؟ اكيد سيناريوهات كثيره جدا ممكن تعدي على دماغ المدير الفني، بما ان حضرتك واحد من المدربين فاكيد ممكن تقول لي بقى وتفسر لي. لا انا شايف لو كان اتلعب يعني على طول كان هيبقى افيد للنادي الاهلي. الوقت ده في صالح الزمالك مش في صالح الاهلي. هو اللي كان عنده مشاكل، هو اللي عنده دروبات، هو اللي عنده
مش بيفوز باخر مباراه غير زي الاهلي، لكن برضو في الاول في الاخر الاهلي كان عنده برضو شويه حاجات برضو هيصلحها في الفتره دي. يعني برضو الاصابات، برضو ان في ناس زي ما انت قلت كده على احمد فتحي مثلا كبار في السن فمش هيقدر يديهم ورا بعض، ده لازم برضو الراجل ده واضح انه وقف، واضح ان كمان الجهاز اللي معاه برضو كابتن سيد وكابتن سامي برضو موصلين له ان الناس دي برضو لو خدت في اوقات قليله ممكن تتعور مننا، ممكن تبقى برضو بعدين هو شايف يا كابتن كمان غير كابتن سيد وكابتن سامي، اعتقد ان هو شايف وعارف حاله البدنيه لكل لاعب موجود عامله ازاي والقياسات الفنيه اللي بيعملوها والبدنيه اللي في الملعب. الناس دي بتشتغل صح، بتيجي اول يوم بتعمل قياسات على كل حاجه، على العضله حتى بتاعت اللعيب، تعرف ده هيستحمل، ما فيش حد ان كله كده يخش الجيم كله يضرب 10 على 10 كيلو او لا، كل واحد وليه شغله. فالناس دي اكيد بتيجي بتشتغل بتعمل قياسات في اول يوم، تشوف انت فين، الكفرنج بتاعك فين، هيوصل لفين، انت محتاج ولا مش محتاج بدني، انت محتاج قوه ولا مش محتاج، العضله دي محتاجه ولا مش عضله. فالناس دي بتشتغل صح، فاكيد هو زي ما حضرتك بتقول ان هو عارف وواضح من النتيجه وواضح من الاداء كمان يعني. طيب يا كابتن، مباراه الزمالك اللي جايه حضرتك شايفها ازاي؟ هل المباراه هتكون مشابهه لمباراه السوبر الاخيره اللي الاهلي فاز بيها ب 3-2 ولا مباراه تكون مختلفه؟ وانا دايما لما بسال احد النجوم اللي بيكونوا موجودين او كل النجوم اللي بيكونوا موجودين راي حضرتك ايه في تتوقع ايه؟ يقول لي مباراه خارج التوقعات، ملهاش توقعات ابدا، والكلام حضرتك عارف الحاله الفنيه للعيبه بتكون هي المؤشر الحقيقي لنتيجه المباراه، هل الكلام ده صحيح ولا ممكن نقول ان الحاله الفنيه والاستقرار الاداري والفني اللي موجود في النادي الاهلي ممكن يدي غلبه شويه عن الزمالك والحاله اللي موجود فيها في الفتره الحاليه؟ ده الحمد لله بيبقى في النادي الاهلي على طول، يعني قصه يعني الهدوء في النادي الاهلي ده بيدي حتى في هدوء بين الجمهور، هدوء في بين اللعيبه في الاوضه، بيبقى الموضوع اهدى شويه عند النادي الاهلي. ولكن جوه الجيم ما تقدرش تقول مين اللي هيكسب، لان الماتش ده ما بيبقاش ليه توقعات. لكن اللي اقدر اقوله ان الاهلي كسب الماتش اللي فات بين المساحه بتاعت نص الملعب والسردباك بتوع الزمالك، يعني المساحه دي لو قدرنا نشتغل عليها في الخطوط زي ما اشتغل عليها حسين شويه وقفشه شويه لما اشتغلوا بين من بعد طارق كده لغايه السردباكات بتاعتهم، الحته دي عندهم مشكله كبيره جدا الزمالك فيها. لو قدرنا نشتغل في الحته دي وبعدين نخرج على بره على رمضان وعلى حسين بره، الموضوع هيبقى سهل جدا تكسب ان شاء الله. يعني مباراه ممكن تكون تاكيد لفايلر ان هو ياكد لجمهور النادي الاهلي ان هو فاز على نادي الزمالك في المباراه الاولى، وهو كان يعني طبق فكره التكتيكي والفني على المباراه، ولا يعني زي ما حضرتك عارف ممكن يقول لك دي مباراه اولانيه ممكن تكون حظ الاهلي كان عالي على الزمالك، فهل المباراه دي هتكون تاكيد لمستر ريني فايلر علشان يطبق فكره والتكتيك اللي هو دايما بيلعب بيه في المباراه دي، ولا مباراه دوري غير يا كابتن حسابات مباراه سوبر من مباراه واحده ومباراه بطوله؟ لا اكيد ده هياكد برضو ان الراجل شغال صح وشغال في الاتجاه المظبوط. بس اللي احنا شفناه شويه ان كان الشوط الثاني بتاع نادي الزمالك شفنا الحاله البدنيه بتاعت نادي الاهلي شويه، عندنا اصابتين يا كابتن بس متولي وياسر، هل حضرتك شايف ان لو كان واحد منهم مصاب كان ممكن النتيجه تفضل زي ما هي يعني، ولا ده ملوش علاقه؟ يعني ملوش علاقه. هو طبعا الحته دي كانت طبعا عشان اتنين خرجوا سردباكات في نفس يعني في نفس الماتش، ده طبعا بيعمل لك لخبطه لو انا حصل معايا الكلام ده، وطبعا يعمل لي لخبطه كبيره جدا، خصوصا ان احنا لما بنيجي نقعد حد بره ما بنقعدش سردباكات بره غير واحد، يعني لما يعني قاعد حد احتياطي بيبقى واحد. وده اللي حصل، حتى محمد هاني هو اللي اشتغل. محمد هاني هو اللي اشتغل تمام. فطبعا حصل لك دروب في الموضوع ده، ولكن انا بتكلم في الحته البدنيه الجري، يعني الجري قل جدا في الشوط الثاني، وده اللي خلى ان النتيجه تقرب شويه. طبعا ضربات جزاء لكن كان في بطء شويه في الحته اللي تحت من حمدي، لكن بسم الله ما شاء الله شغال كويس جدا في حته الديفندر، بصراحه حاجه محترمه جدا. لكن وفي كل لعيب ما يقدرش يشتغل هنا زي هنا. طيب منتخب مصر شايف مباراه بوتسوانا يوم الاثنين ان شاء الله امام منتخب بوتسوانا، مصر بوتسوانا في مباراه وديه تحت القياده الفنيه الاولى مع الكابتن حسام البدري، شايف الانطلاقه عامله ازاي يا كابتن؟ والله يعني طبعا ان شاء الله بنتمنى التوفيق طبعا لكابتن حسام وكابتن ايوب وكابتن طارق والمجموعه كلها وكابتن سيد، طبعا بنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، وتبقى يعني بدايه موفقه ان شاء الله ليهم. هو لسه ما حطش ايده اكيد على على التيم، اكيد هيبقى ليه
اضافات في الفرقه، في ناس ما استدعاهاش، عايز يشوف ناس تانية. زي مين يا كابتن ما استدعوش؟ يعني صلاح ما انا لسه هتكلم معاك واقول لك رايك في عدم وجود محمد صلاح. هل حضرتك شايف ان محمد صلاح هو اللي رفض انه يكون موجود بعد الاحداث الاخيره اللي حصلت في اختيار احسن لاعب في العالم، ولا فعلا محمد صلاح عنده اجهاد ومش هيكون موجود؟ والله هزنقك، مش هسيبك، مش هقولك، مش هسيبك، ما اعرفش بصراحه، الله اعلم. بس لا، ما اظنش. انا يعني صلاح مش واخد على خاطره شويه؟ مش زعلان كده؟ بص، هو محترف وهو عنده ميزه مش عندنا، ما بيسمعش، ما بيشوفش كتير يعني. بس حتى لما بيخش بيكتب حاجه الاخيره دي بيسمع. ما هو لو ما كانش سمع بيكتب حاجه وخلاص. انا ما هو لو ما سمعش ما كانش هياخد الاكشن اللي اخده الفتره الاخيره، اللي انا بصراحه يعني زعلان منه جدا ان هو ياخد الاكشن ان هو يشيل لاعب منتخب مصر من البايوجرافي بتاع يعني حاجه تزعل. بس خلي بالك برضو ان هو يعني مصر ما تدروش برضو، دي حاجه تزعل. لا يا كابتن، اللي حصل ان احنا عندنا دلوقتي صوت صحفي مصري كان موجود، مش بيمثل، انا مش بيمثل مصر، هو صحفي الفيفا اختاره ان هو يقول صوته. ده حاجه هو وصل لمحمد الكلام ده؟ انا بتكلم يا كابتن بشكل عام ساعتها قبل ما يعمل رد فعله. وصل له الكلام؟ لا، هو احنا بنتكلم كمان على وصل له الكلام ده، مش ما لا. وانا بتكلم كمان يا كابتن على الناحيه الثانيه، ان منتخب مصر لما الكابتن الفريق والمدير الفني عملوا تصويت وبعته، الاتحاد الدولي ما اعتمدش علشان كان في اختلاف في الامضاء، ان الدكتور علاء عبد العزيز يعني ما انا بقول لحضرتك تمام، مش فاهمين حاجه. ففي الاول وفي الاخر انا بقول لحضرتك، هل محمد صلاح عدم وجوده، بلاش نقول بقى ان هو اتقمص او ان هو زعلان او ان هو مش موجود، هل حضرتك عدم وجوده مع منتخب مصر ممكن يعني ياثر بعض الشيء بالسلب على الاجواء اللي موجوده داخل المعسكر وعلى الجهاز الفني لمنتخب مصر خلال الفتره اللي جايه، ولا الموضوع فرصه للكابتن حسام ان هو يجرب بقى اللعيبه اللي موجوده كلها؟ هي الثانيه دي انا شايفها اللي هي الافضل للمنتخب. الماتش مش تقيل، مش يعني مش محتاج ان هو يبقى صلاح موجود، عايز يشوف حد تاني في المكان دوت. ودي مشكلتنا دلوقتي، ان احنا محمد صلاح مش فايق، مش هيكسبنا، مفيش تاني، ما ينفعش. صح، نفسنا يا كابتن حتى مش حلوه. يعني اللي هو لو مفيش صلاح مش هنكسب. يعني تريزيجيه وصلاح الاثنين مش فايقين، خلاص مصر راحت. ما ده ما ينفعش. احنا يا جماعه احنا اكتر من 100 مليون. صح. والناس محترفه كتير. يعني انا مش شايف، يعني مش قادر استوعب الكلام دوت، مش قادر استوعب ان ما عندناش غير ديفندرين. يعني احنا عندنا اثنين، طب حمد والنني. يعني ما فيش غيرهم في مصر بقى لهم كام سنه؟ في السوليه. لا في لعبة كتير، مش يعني انا مش عايز اقول اسامي عشان لا في 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 لا في عبد العاطي بتاع دجله اسمه تمام. لا في في لعيبه، في لعيبه كتير بصراحه. بس ادي احنا بص، كان عندنا مشكله. احنا من سنه 98، انا من 97 انا بلعب في القناه لغايه 2003 لما رحت الاهلي. احنا كان عندنا مشكله في الحته الباك رايت بعد كابتن ابراهيم حسن. كان عندنا مشكله، كابتن انور سلامه كان على طول في مشاكل مع كابتن خطيب. انا عندي ولد صغير اسمه احمد رضوان، خد وشوفه يعني. كان بيلعب كابتن احمد حسن، بيجيبه من حته الديفندر دي بيلعبه باك رايت. طب خد وشوفه يعني. برضه لا، يعني قصه ما تاخد الناس وتشوفها وتجرب. ما هو ده يعني التوقيت ده حلو، صلاح مش موجود وفلان مش موجود، ما تجرب الناس الثانيه، مش هتخسر حاجه. طيب رايك في محمد صلاح والحمله الاعلانيه الاخيره اللي كل الناس بتتكلم عليها، هل راي حضرتك في الموضوع بشكل عام؟ انا ليا راي، يعني انا ليا راي، بس عايز اعرف راي حضرتك. يعني انا كنت عايز حضرتك، بما ان حضرتك لاعب كره قدم وبالتالي انت عايش حياه لاعب كره القدم، فانا عايز اعرف راي حضرتك ايه في اللي صلاح عمل. طبعا متصدر غلاف مجله جي كيو العالميه، وبالتالي مؤيد ومعارض ومنتقد وغير منتقد، في اللي يقول محمد صلاح عقليه وبيسوق لمصر وبراندنج لمصر من غير فلوس، في ناس تقول لا الصوره الذهنيه بقى اللي كان حاططها في صلاح ان هو من الارياف وان هو راجل محافظ وان هو اخلاقيا وسلوكيا، ودخل الحتتين في بعض. فلما شاف صوره صلاح اتصدم، وبالنسبه له مين ده؟ نعم، مين ده؟ انا بقول حضرتك الناس اللي هي بتقول طبعا بيسال نفسه مين ده. راي حضرتك ايه؟ يعني راي حضرتك في الاحداث الاخيره، هل حضرتك مع محمد بقى في حته ثانيه ثالثه او خمسه 10؟ فالموضوع يا جماعه يعني الموضوع مش عمره ما يمشي زي ما احنا فكرنا. الناس اللي هناك دي فكرها مختلف خالص. خلاص، هو الراجل بقى براند تاني، وبقى بيتحط على يعني كل الناس عايزه تعمل معاه اعلانات.
فانا واحد من الناس صراحه انا بحبه يعني على على كل اللي هو فيه. يعني انا شايف ان مفيش فيه اي مشكله. انا مش شايف المشكله. ده براند دلوقتي ده حاجه كبيره كده يعني. احنا المفروض كمان نبدا كمان احنا كمان نزق فيه ونكبر فيه ونشيله كمان يعني. اكيد ليه اخطاء اكيد ليه حاجات مش يعني احنا صح. هو مش نبي ولا مفيش حد ولا معصوم من الخطا. بالظبط. صح. هو مش نبي وهو مش الشيخ يعني مش الشيخ محمد صلاح يعني. فطبيعي ان هو يبقى ليه فلتات يعني. صح. فاحنا دي مشكلتنا ان احنا بنحط تريكه لو عمل حاجه احنا ايه ده ما هو متريكه ده ما هو بني ادم يعني ممكن يغلط عادي يعني. فلا انا مش شايف ان هو مفيش مشكله خالص. وانا بتمنى له التوفيق وربنا يكرمه وانا بحبه يعني. وانا كابتن بتمنى لحضرتك التوفيق حبيبي والنجاح دايما ان شاء الله. والحلقه اللي جايه واللي بعديها واللي بعديها نبارك لحضرتك على صعودك ان شاء الله اللي ممتاز به. حضرتك كادر محترم وتستاهل كل خير. وبارك الله فيك. انا اتشرفت بيك وانا عايز بس اشكرك واشكر جمهور النادي الاهلي واشكر كل قائمين على القناه. ربنا يخليك يا كابتن احمد. بشكرك شكرا جزيلا. حبيبي السلام. دي كانت نهايه فقره الحواريه الاولى مع الكابتن احمد رضوان نجم نادي الاهلي وكلامه عن مباراة الأهلي والزمالك ومشوار الأهلي بشكل عام في الفترة اللي جاية. لسه كلامنا مستمر في لقاء القمة القادم إن شاء الله. أكيد هنتكلم عن ملف منتخب مصر وأيضا عن محمد صلاح لاعبنا المصري في الفقرة الحوارية الثانية مع الإذاعي الكبير الأستاذ سمير حسين. ولكن بعد الفاصل خليكم معنا.